وحضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه مادبة الغداء التي اقامها اخوه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة تكريما لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كما حضر المأدبة كبار المسؤولين والوفد المرافق لجلالة الملك المعظم.